في سياق جهودها وفعاليتها الفكرية الرامية لاحتواء الشباب وتثقيفهم، نظمت شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية في العتبة العباسية المقدسة بالتعاون مع ممثلية أهل البيت عليهم السلام في محافظة بابل المسابقة الرمضانية الثقافية بنسختها الأولى، والتي اشترك فيها مجموعة من شباب قضاء الهاشمية في المحافظة. برعاية الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة يقيم قسم العلاقات العامة المتمثل بشعبة العلاقات الجامعية والمدرسية بالتعاون مع ممثلية أهل البيت المسابقة الرمضانية الفرقية الأولى بنسختها الأولى لهذا العام. الهدف من إقامة هكذا مسابقات ثقافية هي لزيادة التواصل وتقوية الأواصر مع الشباب بصورة عامة وطلبة الجامعات بصورة خاصة، والهدف الآخر هو زيادة المخزون المعرفي والثقافي لدى الشباب من خلال زجهم بهكذا مسابقات ثقافية. المنافسة في إتقان الإجابة على الأسئلة كانت محتدمة بين المتنافسين الذين توزعوا على 5 فرق، ولم تختصر الأسئلة على جانب معين، فقد تنوعت بين المجالات الفكرية والتاريخية والدينية. وقد استغرقت المسابقة 2 يوم وجرت تحت إشراف لجنة تحكيمية من العتبة المقدسة. آلية طرح الأسئلة راح يكون هو كل فريق له 5 أسئلة، وكل سؤال عليه درجتين، إذا كان نصف إجابة راح يكون نصف درجة، وبالتالي تجمع الدرجات ويتبين الفريق الفائز. اختار فريق فائز 1 إن شاء الله في هذه المسابقة. المسابقة أنا هواي فهمتنا مجال كلش واسع من خلال هاي المنتديات الثقافية، وأنا أصل الشباب اللي إذا يحبون همي مو إلا أشارك كان نية الفوز، لا أنا مثلا حتى الاطلاع حول حتى احنا مثل ما اقول الدين مالتنا عقيدتنا اكثر يصير اوسع هنا، والجماعه هنا ما قصروا ويانا يعني جماعه اللجنه هنا، يعني بحيث يعني بالمسابقه يعطيك مجال تفكر، خليك يعني جميع تتحاور جماعتك حتى شنو تعطي الجواب الصحيح. نجد هذه الفعاليات هي احتواء للشباب، لا يخفى عنكم يعني خصوصا في هذا الوقت اللي يحتاجها الشاب الى هاي المعلومات او الاحتواء، ضروريات جدا. نشر علوم أهل البيت عليهم السلام والمعارف الإسلامية والفكرية سمة ثقافية اعتادت على طرحها العتبة العباسية المقدسة في الأوساط المجتمعية عبر جملة من الفعاليات والأنشطة، وتحاول المسابقات التي يتم تنظيمها إحياء هذه السمة لتحصين أفراد المجتمع بالمعلومات المتنوعة ووضع أقدامهم على الطريق القويم.